بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما عودناكم كل يوم حد وأربع من 8 ل 9 ونص نطلع معاكم عشان نغطي كل الألعاب الأخرى والأحداث اللي بتحصل على الساحة الرياضية سواء داخل النادي الأهلي محليا عالميا أيضا. ده بيبقى في النص الأول من الحلقة. النص الثاني بنطلع لضيف بيبقى معانا في الحلقة بنتكلم عن لعبة من الألعاب. زي ما قلنا لحضراتكم ووعدناكم في الافتتاح، مفيش لعبة شهيدة جوه قناة النادي الأهلي. احنا على مسافة واحدة من كل الألعاب، لأن ده رسالتنا اللي قلنا عليها في أول يوم طلعنا فيه مع حضراتكم. لعبتنا النهاردة التنس الأرضي. التنس الأرضي لعبة من اللعبات الحقيقة اللي نتمنى طول عمرنا إن احنا نشوف لعيبة على منصات التتويج من مصر. عندنا الإمكانيات، عندنا اللاعبين، عندنا الكفاءة البشرية، بس ده ما بيحصلش. كان لازم يكون معنا نجم من نجوم اللعبة نعرف إمتى ونساعد كإعلام إن احنا نحط الضوء على هذه اللعبة عشان يمكن يوم من الأيام نشوف بطل كبير على منصات التتويج. هيكون معنا كابتن تامر الصاوي، أحد نجوم لعبة التنس الأرضي وأحد أبناء النادي الأهلي ونجوم مصر. هنتناقش معاه ونشوف الموضوع إمتى يتحقق إن يكون عندنا بطل كبير. بس الحقيقة قبل ما أتناول معاكم الأخبار، في كلمتين كده في قلبي عايز أقولهم لجمهور النادي الأهلي، مني لجمهور النادي الأهلي واللعيبة اللي شايفين. زي ما قلنا قبل كده، تيشيرت النادي الأهلي تيشيرت تقيل ومكانة كبيرة لو تعلمونا عظيم. النادي الأهلي لو حسبت الموضوع معاه فلوس أنت الخسران. النادي الأهلي عمره ما يتقيم أبدا بالفلوس، وتيشيرت النادي الأهلي عمره ما بتقيم بالفلوس. الفلوس هتيجي والمجد هيجي. أنا بس هدي مثل بسيط صغير مش هطول عليكم في هذا الموضوع. ميسي في برشلونة، ميسي اتعرض عليه أكيد أضعاف أضعاف الأرقام اللي بياخدها في برشلونة. طب ليه ما سابش برشلونة؟ لأنه بيدور على المجد، والنادي الأهلي يعني المجد، النادي الأهلي يعني التاريخ اللي أنت عمرك ما تقدر ترجع بالزمن تاني عشان تعمل تاريخك. فالنادي الأهلي التاريخ اللي احنا بنقول عليه والإنجازات هتلاقيها في النادي الأهلي. لو حسبت الموضوع فلوس صدقني أنت الخسران. الفلوس هتيجي، هتيجي مع المجد وهتيجي مع كل شيء بعد كده. ولكن دي كلمتين كانوا في قلبي لازم أقولهم عشان أي حد بيفكر في يوم من الأيام إنه يجي يرتدي تيشيرت النادي الأهلي، أو بيفكر يجدد عقده مع النادي الأهلي، أو بيفكر في أي شيء يخص كلاعب يخصه كلاعب جوه النادي الأهلي، لازم يقيم الأمور كذلك. النادي الأهلي لا يقيم بأموال، لأن أنت لو قيمت بفلوس صدقني أنت الخسران. معلش كلمتين لازم أقولهم. نخش في موضوعنا ونخش في أخبارنا. هنبتدي باللعبة الأهم الآن وهي كرة اليد، لأن احنا طبعا عارفين كأس العالم على الأبواب في مطلع العام القادم. فريق كرة اليد في النادي الأهلي بقيادة كابتن طارق محروس بيواصل استعداده. الاستعداد كان طبعا على فترات بدنيا فنيا. كابتن طارق محروس لسه متولي المسؤولية جديد، جاب طبعا كابتن عناني معاه مخطط أحمال، عملوا ماتش ودي كان مع نادي الطيران، كان في صالة الأمير عبدالله الفيصل يوم الثلاثاء اللي فات. النادي الأهلي فاز في المباراة 27-22. يمكن الشوط الأول كان نادي الطيران فايز ب 12-11. ده وضع طبيعي عادي، ما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأنه طبعا الفرقتين بيجربوا لعبته. كان في ميزة كويسة جدا في المباراة إنه كابتن طارق محروس جرب كل اللاعبين. كان عندنا شوية إصابات، يمكن زيزو ما كانش جاهز فما لعبش، عنده إصابة هيقعد فيها أسبوع. كان عندنا محمد جمال، كان عندنا إسلام حسن مصابين ولكن لعبوا. لعيبة المنتخب أو 9 لعيبة بتوع المنتخب كانوا موجودين، فكانت دي فرصة كويسة جدا جدا لكابتن طارق محروس عشان يقدر يجرب كل اللعيبة. الاستفادة الكبيرة من هذه المباراة إنه قدر يقف بشكل كبير جدا هو محتاج مين في تدعيمات الفريق. خليني أقول لحضراتكم إن تدعيمات الفريق، وده أنا بجيبها لكم من كنترول، بس أنا طبعا ما نقدرش، ودي سياسة النادي الأهلي، ما نقدرش نقول أي حاجة أو أي تفاوضات مع أي لعيب، ولكن تدعيم كرة اليد بعناصر جديدة الموضوع بيمشي على قدم وساق. النشاط الرياضي طبعا بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر وكابتن طارق محروس مش مفيش جهد ومفيش باب يقدروا يخبطوا عليه إلا ما بيعملوه عشان يدعموا الفريق. طبعا كاميرا الابطال ما سابتش حدا زي ده، ومباراه زي دي كنا لازم نكون مع ابطالنا زي ما وعدناكم، نكون معاهم في كل شيء حتى لو مباراه وديه هنكون معاهم ونشوف المباراه دي. نطلع للتقرير اللي احنا صورناه ونشوف كابتن طارق محروس ايه وقال وبعض اللاعبين قالوا ايه، وارجع لحضراتكم تاني. ماتش النهارده مش اول ماتش، احنا لعبنا قبل كده مباراه مع الشمس والحمد لله برضه كانت نتيجه مرضيه. فترات الاعداد انت لازم تعمل فيها ماتشات وماتشات كتير،
لان انت بتعمل طرق دفاعيه وطرق هجوميه، لازم تشوف الطرق الدفاعيه والهجوميه ازاي هتطبق على الفريق المنافس. عاده انا دايما بعمل في الماتشات بتاعتي قبل اي ماتش ودي بعمل احمال عاليه عشان يخشوا الماتش على حمل عالي، فيبقى استيعابه للشغل اللي بيحصل داخل الماتش اعلى من الاستيعاب الطبيعي. فاحنا كنا لسه اصلا جايين من صاله الحديد شغالين ساعه ونص حديد، وطبعا يمكن ده اللي اثر على ادائهم في بدايه الشوط الاول ان جايين محملين احمال عاليه. ولكن الحمد لله اما بدات اللعيبه تخش في مود المباراه وبدا الحمل يخف من الشغل اللي احنا عملناه، قدرنا ان احنا نظهر بالمظهر الثاني اللي ظهر بيه الشوط الثاني. احنا بقى لنا تقريبا شهر بنشتغل في اتجاه البدني بس، احنا لسه ما اشتغلناش في اتجاه المهاري واتجاه الخططي، فتقريبا 50% من الاداء. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا خمس ست لعيبه ناقصه، لسه طبعا عندنا صفقات باذن الله شغالين فيها، وزي ما حضرتك عارف كل جمهور النادي الاهلي عارف احنا صفقاتنا بتتم من خلال لجنه تعاقدات في النادي، بقدم الطلبات وبقدم الحلول والحلول البديله. هي المشكله اللي هتقابلنا الفتره الجايه، انا عندي 9 لعيبه رايحين المنتخب، فالبقيه هي اللي هنشتغل بيها. بس اكيد طبعا لازم عشان نمشي مع المنتخب بالتوازي بالعمل البدني والفني هنعمل ماتشات طبعا وديه بدون لعيبه المنتخب في الفتره الجايه. كان الاصابات عندنا الوحيده تقريبا اسلام، وعندنا محمد جمال النهارده الحمد لله خد 10 دقائق، اسلام زي ما حضرتك شفت خد ربع ساعه الشوط الاول وربع ساعه الشوط الثاني، والحمد لله اطمننا عليه. وباذن الله الفتره الجايه عندنا زيزو على فكره من ضمن الناس الغيابات، زيزو ما لعبش ماتش النهارده لانه عنده مشكله في ظهره وبيتعالج، فاضل له حوالي 10 ايام ويعود للملعب. بالنسبه لماتش النهارده يعني احنا ابتدينا ده ثاني ماتش ودي نلعبه، ابتدينا واحده واحده نخش على مرحله الماتشات الوديه. كابتن طارق الاول بدا معانا عشان احنا قاعدين بقى لنا 4 شهور، فبدانا بحته ان احنا بس نعلي الحمل البدني الاول، نبتدي نرجع نفسنا نقف على رجلينا. بدانا في مرحله الماتشات الوديه الحمد لله يعني المستوى ماشي تصاعدي، يعني الماتش اللي فات كان المستوى لسه ما حافظناش الملعب وكده، النهارده المستوى احسن الحمد لله وقدرنا ان احنا نكسب يعني كويس الحمد لله. الشوط الاول احنا عملنا شوط كويس، لكن هي بس كانت فيه سوء توفيق يعني سنه، فكابتن طارق ادانا الحاجات اللي كانت ناقصانا، الحاجات البسيطه اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منها يعني. الشوط الثاني ظبطناها، فالحمد لله قدرنا ان احنا نرجع ونكسب كمان فرق يعني. ان شاء الله النهارده يعني الموسم ده باذن الله يستنوا مننا ان احنا نرجع تاني بقى للنادي الاهلي للعصر الذهبي بتاعه، وباذن الله نرجع كل البطولات ان شاء الله للنادي الاهلي. لا طبعا هو بص يعني مش هقول لك اللي هو اجمد حاجه، بس هو انت لسه واحده واحده الماتش اللي فات كان اداء الحمد لله كويس، وتاني ماتش الاداء الحمد لله بيعلى، بتيجي بقى واحده واحده مع التمارين والماتشات يعني باذن الله. الشوط الاول انتهى 12-11 لفريق الطيران، الشوط الثاني كان فيه كلام ثاني 27-22 النادي الاهلي. ايه اهم التعليمات اللي كابتن طارق محروس قالها لكم ما بين الشوطين نزلتوا فرقتوا في الشوط الثاني؟ هو احنا يعني هو الماتش ودي مش بفرقش فوز او خساره، بس هو احنا بننزل بنبقى فيه تجارب وكده. بس الشوط الثاني طبعا انت موجود في النادي الاهلي، ما ينفعش حتى لو الماتش ودي تخسر، فنزلنا الشوط الثاني حدوسنا نفسنا هنكسب يعني. طموحي مع النادي الاهلي مفيش بطوله هتروح ان شاء الله السنه دي من النادي الاهلي، وطبعا الجمهور احنا عارفين اللي هو واقف في ظهرنا ومش هيسيبنا في اي حاجه باذن الله. كابتن طارق محروس كلامه واضح وسيستمه يعني ماشي بخطى ثابته. الراجل بكل اختصار قال لك انا كنت معلي الحمل قبل المباراه، وده كان السبب الشوط الاول. يعني احنا حتى في التقرير قلنا انه قبل تقديمه التقرير قلنا ان النتيجه 12-11، هو قال لي لان اللعيبه كانت جايه من الجيم. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضراتكم التعاقدات ماشيه على قدم وساق، النادي الاهلي مش هيبخل ابدا على تدعيم كره اليد بافضل اللاعبين. والتحدي الثالث اللي بيقابل كره اليد الا وهو ان في 9 رايحين مع منتخب مصر. خلي بالكم منتخب مصر دخل معسكر امبارح 45 يوم في الغردقه استعدادا لكاس العالم، في 9 لعيبه من عندنا من اصل 21 لعيب، يعني لو قلنا ممكن نكاد نقترب من 50% من قوام المنتخب من النادي الاهلي. عنده مشكله انه لازم يمشي بالتوازي اللعيبه اللي موجوده مع اللعيبه اللي في المنتخب في ماتشات وديه الفتره الجايه، واكيد كاميرا الابطال هتكون معاكم يا كابتن طارق في كل مكان، كل التوفيق لفريق اليد. خلينا نروح تاني لشباب اليد بقياده الكابتن صابر حسين، ايضا برضو اخبارنا ما زالت داخل كره اليد. تعادل مع البنك الاهلي او نادي البنك الاهلي 23-23، ولكن الفريق ما زال في المقدمه في مجموعته برصيد 40 نقطه، يمكن بيجي بعدين نادي طلائع الجيش، فاضل لهم ماتشين الحقيقه في المجموعه بتاعتهم، نادي سبورتنج ونادي طلائع الجيش هم الاربع والخميس. الحقيقه برضو شباب اليد مهم جدا ان احنا نركز معاهم لان دول المستقبل، والمستقبل القريب مش البعيد يعني. كل التوفيق طبعا لكابتن صابر حسين ولاعبينه. الحقيقه الاسبوع ده دخل النادي الاهلي بطولتين على مستوى الانسات في كره اليد
وكرة السلة. الحقيقة أسبوع يعني إحنا بنتكلم في عودة نشاط هو ده النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي دائما أبدا بتلاقي مع كل أسبوع بطولات داخلة، بطولات داخلة، حتى لو النشاط فاضل فيه يومين من الموسم أعرف إن شاء الله إن احتمال كبير بطولة تخش النادي الأهلي، وهو ده النادي الأهلي إنه دائما بيدور على البطولة. يمكن أول كاس هنتكلم عليه وهنقوله الكاس الثاني إيه؟ الكاس الأولاني بطولة الجمهورية لآنسات اليد مواليد 2000. طب أهمية الكاس ده إيه؟ الكاس ده إن مواليد 2000 يعني 20 سنة، يعني دول مستقبل كرة اليد للآنسات، وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت في إحلال وتبديل، الفريق ده هو مستقبل كرة اليد للسيدات الفترة القادمة. طبعا الفريق ده بقيادة الكابتن عادل عبد الجواد توج بطولة الجمهورية بعد ما فاز على نادي الشمس 21-20. وعايز أقول لكم على حاجة، نادي الشمس عامل طفرة كبيرة في قطاع كرة اليد للسيدات، فوزنا 21-20 في ملعب نادي الشمس في مصر الجديدة. طبعا كان مباراة مهمة جدا، مباراة سادتها الروح العالية جدا من لاعبتنا الحقيقة، وكان كأس جديد. الكأس ده دخل دولاب بطولات النادي الأهلي في الأسبوع اللي احنا ما طلعناش مع حضراتكم فيه، ولكن كان لازم طبعا نتكلم عنهم ونقول لهم ألف مليون مبروك، وأكيد هيكونوا معانا في برنامج الأبطال لأنهم أبطال. خلينا نروح لحضراتكم لخبر تاني، يمكن كرة السلة للسيدات. كرة السلة للسيدات ما زالوا بيلعبوا دور تحديد المراكز. انتوا عارفين في كرة السلة بنحدد المراكز من 1 لـ8، وبعد كده نروح على البلاي أوفس، يحصل من 1 لاعب التاني، التاني لاعب السابع، التالت لاعب السادس، الرابع لاعب الخامس. احنا في مرحلة الترتيب، النادي الأهلي في المركز التاني، فوزنا على هليوبلس بفارق يكاد يقترب من 40 نقطة، 107-72. خلي بالكم، عايز أقول لكم حاجة كمان، نادي هليوبلس شاهد تغيير جهاز فني جديد. يمكن كابتن مصطفى السيد كابتن هاب الألفي ابن نادي الأهلي تولى المسؤولية في نادي هليوبلس، كل جهاز فني جديد بيجي بيبقى فيه دفعة معنوية. يعني المباراة كانت قوية، عملت على صالة الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في الصالة الصغيرة، وطبعا زي ما انتم حضرتك شايفين دي لقطات. طبعا الماتش طبعا كان مهم لينا عشان نحافظ على المركز الثاني. المراكز مش هتفرق معانا قوي، بس ممكن تريحنا شوية بس في الأدوار الإقصائية اللي بعد كده. النادي الأهلي برصيد 22 نقطة، طبعا بيجي بعد نادي سبورتنج المتصدر بفرق نقطتين. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، كاميرا الابطال هتكون في كل مكان، كاميرا الابطال كانت في المباراه، عمل التقرير مع الكابتن علي هاشم واللاعبات، اشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. الحمد لله، يعني بداية كويسة الحمد لله، يعني جايين من فترة توقف بقالنا 4-5 شهور، فالحمد لله البداية كانت مهمة قدام فرقة نادي اليوبلس، فرقة محترمة، وكابتن إياد طبعا مش غريب، مدرب كبير، وزايدين هم أجنبية، بس الحمد لله. يعني كان عندي إصابة النهاردة، سوريا محمد بقالها أسبوع عندها شد في الأمامية، فالجهاز الطبي فضل اللي ريحها، كانت موجودة معنا في الـ12 بس ما جذبناش بيها، اللي احنا لو كنا جذبنا كانت الأمور هتتفاقم، فالجهاز الطبي يعني قال لك يعني تبقى موجودة على البنج، بس ما يعني ما نبداش نستخدمها كتير، يعني عشان الماتشات اللي جايه طبعا الـ3 ماتشات دول ترتيب يهمنا ان شاء الله البستات بقى بعد كده باذن الله. اكيد راضي على ادائنا النهارده، بما انه لسه اول ماتش في السيزون، فكنا لازم نرجع بسرعه، بقالنا 4 شهور ما لعبناش، بقيه السيزون يعني بقالنا 4 شهور ما لعبناش ماتش، فاحنا في السيزون اوف بنقعد شهرين، فـ4 شهور ده كتير قوي، فطبعا كان لازم دايما كمان بنبتدي ان احنا نرجع واحده واحده، بنبتدي ماتشات ضعيفه، بس هو ماتش قوي وهم فرقه كويسه قوي، فكنا يعني واحده واحده كده ابتدينا مش جامد قوي، بس واحده واحده يعني عملنا اقصى ما عندنا ان احنا ندي في اول ماتش كل حاجه، وان احنا نثبت يعني ان احنا كويسين. كوتش دايما بيقول لنا يعني ان احنا ما نريحش اليوم الاجازه بتاعنا ده، بن ايسنج بقى، بنعمل ريكفري مش عارف ايه، عشان ما بنقعدش يعني، فاحنا مستعد جدا جدا عشان احنا عايزين ناخد الدوري. كل التارجت بتاعنا ان احنا ناخد الدوري من غير ولا ماتش نخسره ان شاء الله. مبسوطه جدا باداء فرقتي، وخصوصا ان ده اول ماتش بعد 4 شهور، احنا ما كناش متوقعين ان البدايه هتبقى كده، وكنا خايفين قوي ان هو اول ماتش، ويعتبر طبعا ماتش مش سهل ومش هين خالص. احنا قايلين من الاول ان احنا كل فرقه لازم من الاول ان احنا نبقى فارقين عليهم، ايا كان هليوبلس، سموحه، سبورتنج، احنا فاضل لنا هليوبلس وسموحه وجزيره، كل ماتش يعتبر فاينل. فطبعا مبسوطه جدا جدا باداء الفرقه، خصوصا في ما نمناش خالص في الماتش، يعني الشوط الاول والثاني والثالث والرابع، لا بصراحه كنا مقدمين اداء احسن
من يعني احسن ما انا كنت متخيله واحسن ما الكابتن كان متخيل، وانا حتى نفسي كنت مصابه، كنت ممكن انزل لو الماتش ازم، بس بصراحه فرقتي الحمد لله ما خيبوش ظن الكوتش وفضلوا لحد اخر دقيقه وهم فارقين فرق كبير قوي قوي. اكيد احنا عندنا ماتشات كتير في وقت قليل، فاحنا الكوتش كان من قبل ما احنا يعني نبدا الماتشات دي كان بيمرنا كتير قوي، تمارين صبح وبالليل، يمكن احنا كانت تعتبر فتره اعداد اللي هي كانت من شهر، ودلوقتي مقللين اللود شويه عشان ماتشات ورا بعض، بس طبعا الكابتن مركز معانا، مركز في الخطط اكتر دلوقتي. عايزين طبعا ان احنا ناخد الدوري، فاضل لنا الدوري ان شاء الله يبقى من نصيب النادي الاهلي. والله انا احساسي ان التوقف الطويل يمكن من اكتر الفرق اللي استفادت بيه فريق السيدات لكرة السلة. طب ايه دليلك يا هيثم؟ دليل ان منذ لحظات انتهت مباراة الاهلي وسموحة في سموحة بنتيجة 75-55، ودي تعتبر نتيجة ايضا كبيرة. يعني الماتش اللي فات بنقترب من 40 نقطة فرق، ماتش النهاردة بنقترب من حوالي 30 نقطة فرق. احساسي ومش احساس بس، دي يعني نتائج بتتكلم. اكتر فريق استفاد من التوقف كان فريق كرة السلة سيدات. كل التوفيق لكابتن علي هاشم وطبعا بطلتنا في حصد طبعا بطولة السوبر اللي الحقيقة محببة لينا كلنا. طيب احنا قلنا ان في بطولتين دخلوا الاسبوع ده في النادي الاهلي. البطولة الاولانية كانت طبعا انسات 2000 لكرة اليد، البطولة الثانية 18 سنة انسات كرة السلة بقيادة الكابتن عمرو صابر. الحقيقة كانت البطولة قوية، كان في خمس فرق: الزمالك، هليوبلس، الزهور، الصيد، سموحة. يمكن اقوى ثلاث فرق كانوا الاهلي، وكان معاه الزهور وسموحة. النادي الاهلي فاز على الزهور في الاول، ثاني يوم على طول فاز على سموحه 55-53. الحقيقه الماتش كان ماشي ايكوال، لان طبعا اللاعبات تعبوا، ماتشين جامدين ورا بعض كان صعب، ولكن حسموه. يمكن عايز اقول لكم انه سموحه كانت تسيدت المباراه فتره طويله، ولكن قدروا طبعا بناتنا يعملوا كامباك كويس جدا، قدروا يطلعوا تنتهي المباراه 55-53. الف مليون مبروك كابتن عمرو صابر والبطلات بتوعنا. ان شاء الله اكيد زي ما بقول لحضراتكم هيكونوا معانا هنا في الابطال، اكيد هنحتفل معاهم. كل فرقة زي ما احنا وعدناكم بتأدي الأداء اللي ينتظره جمهور النادي الأهلي هنكون معاها ونكون بنربط على أيديها. اللي هيبعد عن طموحاتنا برضه هكون جنبه عشان يرجع تاني لمنصة التتويج. خلينا نروح للخبر التاني. طبعا احنا تابعنا على شاشة قناة النادي الأهلي يوم الأربعاء اللي فات افتتاح استاد النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي كله كان هناك، وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا كان في الافتتاح. تاني يوم الخميس مفيش وقت نضيعه، كابتن محمود الخطيب كان موجود في النادي الأهلي، كان وسط كل ولاده، كان مع الطايرة رجال، الطايرة سيدات، حضر جزء من مباراة النادي الأهلي للرجال ما بين النادي الأهلي وبتروجيت على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الجزيرة. كان في مباراة ودية، المباراة الودية دي كان كابتن محمد مصالحي طبعا أصر أنه يقيمها في التوقيت ده عشان يجرب اللاعبين. احنا زي ما قلنا عنده أربع مباريات في أسبوع، ضغط جامد شوية، فعمل مباراة ودية كانت مع نادي بتروجيت، فزنا عليها، فزنا بالمباراة 3-0. كابتن محمود الخطيب حضر جزء من المباراة، اجتمع باللاعبين، أكد على نقطتين مهمين جدا. أول نقطة إنه بيطالب الفريق بحصد مزيد من البطولات. طبعا أنتوا عارفين طائرة الرجال والسيدات بتحلق في مكان لوحدها، ولكن كابتن محمود أكد في كلامه إنه لازم مزيد من البطولات، إحنا ما بنشبعش البطولات، اللي فات خلاص، اللي جاي نركز فيه. وتمسك أيضا بالحفاظ على أخلاق ومبادئ النادي الأهلي. والحقيقه انا نفسي قلت يا ربي ده لسه الحفله خلصانه امبارح والدنيا. تاني يوم كان النادي الاهلي لا يتوقف، وكان الدعم، كل الدعم للالعاب الجماعيه. الغريب ان المباراه دي طبعا اقيمت في جو اخوي شويه. طبعا مدير فني النادي الاهلي كابتن محمد مصالحي ميدو ومعشوق الجماهير، اخوه الكبير بقى كابتن هاني مصالحي هو كان مدير فني بتروجيت، فكانت الدنيا كلها ايه في عيله واحده، وهو طبعا كابتن هاني ابن النادي الاهلي، فكانت الجو جو اخوي، جو جميل للمباراه. طيب نروح لخبر تاني. الأنسات الكرة الطائرة أو سيدات الكرة الطائرة كان برضو لازم يستعد مباراة ودية. يمكن إحنا خدنا الإعداد مراحل، المرحلة الأول كان طبعا إجراءات احترازية والتمرين برة، بعد كده انتقلنا للصالة، بعد التدريبات اللي في الصالة بدأت ننتقل إلى المرحلة الثانية أو في 3 اللي هي المباريات الودية. النادي الأهلي سيدات لكرة الطائرة لاعب نادي الصيد وهزموا 3-0. كانت المباراة في نادي في صالة الشهداء طبعا في نادي الأهلي، الصالة الصغيرة أو إحنا بنسميها طبعا صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الماتش ده طبعا كان من ضمن الاستعداد اللي هيبقى أول مباراة طبعا للفريق يوم 24 أغسطس. وزي ما قلت لحضراتكم كابتن محمود الخطيب أيضا يعني تواجد في التوقيت ده، وكان طبعا
بيطلب من البنات ايضا نفس اللي طلبوا، ان طبعا لازم يكون المزيد من البطولات والتمسك بمبادئ واخلاق النادي الاهلي. طيب هنروح لفريق السباحه التوقيعيه. احنا زي ما قلنا لحضراتكم كل الالعاب في النادي الاهلي احنا سواسيه، فلازم كل نشاط بيحصل احنا بندعمه بكل قوه. السباحه التوقيعيه في النادي الاهلي بقياده الكابتن طارق الصغير، خلينا نقول لكم حاجه، انه كان فتره من الفترات بعد جامد جدا عن المنافسه وترك الساحه للانديه الاخرى تنافس. النادي الاهلي دلوقتي اقوى فريق في مصر، مش كده بس، النادي الاهلي بيعد كل لاعبات المنتخب، يعني يمكن منتخب مصر كله تقريبا من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا ورساله عظيمه لهذه اللعبه انه بيرعى اللاعبات وبيعدهم لمنتخب مصر. كابتن طارق الصغير قال ان احنا في بدانا في الاول بكل حرص في الاجراءات الاحترازيه، كان 3 ايام في الاسبوع كل تمرينه ساعه ونص، لغايه ما بدات اللعيبه تتمرن باحمال عاليه. بعد كده كان بيتابع اللعيبه في كل حاجه، وكان معاهم حتى في فتره التوقف عشان الاوزان، وانتوا عارفين السباحه التوقيعيه دي لعبه نفس عاليه قوي، فيعني النفس مهم، الوزن مهم. الحقيقه كان كابتن الابطال لازم تروح تشوف استعداد الفريق وتشوف اخبارهم ايه، بيستعدوا للكاس ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. هنشوف التقرير اللي جاي وارجع لحضراتكم تاني. كنا شغالين اونلاين مع المدربين الغطس والباليه واكيد السباحه وكره الميه كده برضو، بس انا بتكلم على اللعبتين اللي هم انا بأشرف عليهم. كان في اتفاق مع المديرين الفنيين كابتن طارق نبيل وكابتن ياسمين سعد وكابتن عزيزه ان احنا نشتغل اونلاين مع البنات، بالذات البنات الصغيره. انت لما بترجع كمان بعد 3 4 5 شهور في فرق بين الاولاد والبنات، عندك اجسام كبرت، اجسام بلغت، فلازم يتحط ده في الحسبان في الحمل التدريبي. هنبتدي الاول يمكن بالاعمار اللي هي الدرجه الاولى، زائد الاعمار اعتقد اللي عندها ثانويه عامه ومحتاجين درجات التفوق هنبتدي بيهم برضو. كل ده ما هو اذاعه، واحنا كاتبين عندنا الكلام دوت وجاهزين ليه وبنتمرن على الاساس الكلام دوت. برضو حافظوا على الخطوات الاحترازيه، حتى لو الاعداد قلت، حتى لو المرض بدا يتلاشى، احنا برضو هنستمر على الخطوات الاحترازيه. عايزين مزيد من الجهد، عايزين نكسب، بس قبل ما بندور على المكسب احنا بندور على عوده الحياه الرياضيه لانديه مصر وللنشاط الرياضي بصفه عامه وللنادي الاهلي بصفه خاصه. فعلا دي كانت اطول فتره انقطع فيها التمرينات في الباليه المائي، وسعدة جدا بالعوده، بس طبعا على مراحل علشان الاجراءات الاحترازيه ونقدر نكمل فتره الاعداد ونقدر نكمل نوصل للبطولات ان شاء الله على خير من غير اي اصابات او اي حاجه. احنا تواصلنا معاهم عن طريق برنامج زوم، كنا مجهزين كل مدربين الفتنس ومدربين المايه بتوعهم، عملنا فتره اعداد كويسه علشان نقدر نشوف اوزانهم والاكل ونظام الاكل ليهم، علشان ما يبقاش في وقت ما نرجع في مشاكل لا في الوزن ولا في اللياقه بتاعتهم. احنا جزء من التمارين الميه بيبقى ليها جزء ارضي، فاحنا كنا بنحاول ان احنا نحافظ على المستوى اللياقه في الارضي علشان نعوض شويه التوقف عن الميه، بس طبعا ناقصنا كتير بعدم نزولهم الميه. احنا ابتدينا طبعا ما رجعناش كل الفرق الرياضيه، رجعنا من فريق 15 و18، فاحنا عندنا الفتره اللي جايه بنعمل فتره اعداد علشان عندنا بطوله الجمهوريه وبطوله كاس مصر، فهو ده اللي عاملينه فتره اعداد ان شاء الله، وهي دي البطوله القادمه اللي احنا منتظرين ان احنا نشترك فيها ان شاء الله. فرقت معانا قوي، احنا اصلا كان بقالنا كتير قوي مش بننزل يعني عشان الكورونا وكده، وكنا بنتمرن اونلاين، بس دلوقتي احنا بنتمرن في النادي وبنتمرن 3 ايام في الاسبوع، وعندنا حاجات معينه بنعملها، بنلبس ماسكس، مش بنقرب من بعض، الحاجات دي كلها عشان ما يجيلناش كورونا او كده يعني. بنتمرن طول الوقت اونلاين وكده، كنا بنحاول نعمل كل الحاجات اللي نقدر عليها علشان بعد كده لما نرجع ما نبقاش مستوانا اقل او كده. بصراحه دي كانت حاجه كويسه قوي ان هم على طول كانوا معانا وعلى طول كانوا بيخلونا نتمرن وكده، وكانوا بيركزوا معانا في الميزان وكده. احنا علشان لعبتنا على طول محتاجه ان احنا نبقى في الميه على طول، ما بنبعدش عن البسين فتره كبيره، فبالتالي كنا بنبذل مجهود اكبر بكتير في على الارض علشان نظبط الفتره اللي احنا بعدنا فيها عن الميه، ولما نرجع نبقى بشيب كويس وما يبانش الفرق ان احنا بعاد قوي كده. نحاول طبعا نبقى بعاد عن بعض، ما فيش اي احتكاكات ببعض من بعيد لبعيد، الماسك طبعا ما بيتقلعش، وممنوع نخش من غير ماسك وهاند سانيتايزر، ما ينفعش.
دلوقتي احنا بادئين 3 أيام في الأسبوع، ساعة ونص أو ساعتين. لازم بنبدأ خفيف طبعا الأول علشان بقالنا كتير قاعدين برا المية، بنبدأ حبة حبة وبعديها طبعا مع الوقت هيزيد بقى التمرين علشان داخلين على كاس مصر وبطولة الجمهورية. كاس مصر اللي هو نهاية 2020 بداية 2021 لسه هيتحدد معاده. طبعا هنبدأ بقى نتمرن له كويس عشان ده الأولوية، وبعديها في بطولة الجمهورية بقى على طول شغالين. زي ما قلنا لحضراتكم في افتتاح القناة إن الألعاب الأخرى بيبذل فيها مجهود قد يعادل المجهود اللي بيبذل في كرة القدم طبعا مع شوكة الجماهير، ويمكن يزيد زي ما انتم شايفين في كل المجالات. النادي الأهلي شغال مع الأخذ في الاعتبار طبعا الإجراءات الاحترازية خوفا على سلامة الجهاز الفني واللاعبات. خلينا نطلع لفاصل إعلاني وارجع لحضراتكم عشان نستأنف معاكم أخبار الألعاب الأخرى. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن ننتقل الى لعبه الجمباز. لعبه الجمباز زي ما انتم حضراتكم عارفين بيتمرنوا في مقر النادي الاهلي بالجزيره في صاله مغطاه، طبعا كان لابد من عوده النشاط طبعا ولكن تحت اجراءات احترازيه شديده. يمكن الجمباز بيستعد قلل عدد اللاعبين واللاعبات في التمرين عشان يبقى في تباعد اجتماعي، التزامهم بالكامل بارتداء الكمامات، التعقيم لكل الاجهزه واللعيبه، كانوا حريصين جدا على هذا الكلام. والفريق الجمباز طبعا في النادي الاهلي منتظر خطاب من اتحاد اللعبه برئاسه الكابتن ايهاب امين عشان يحدد مواعيد البطولات الخاصه بالموسم الجديد واشتراطاته. كل التوفيق لفريق الجمباز بالنادي الاهلي. ننتقل الى التنس الطاوله. طبعا تنس الطاوله في النادي الاهلي مش محتاج اتكلم عليهم، خرج ابطال، ما زال عندنا اساطير وابطال كبار، احتكار كامل للبطولات المحليه، بطولات افريقيا. تنس الطاوله الحقيقه من الالعاب اللي مشرفه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طبعا الكابتن السيد لاشين اسطوره النادي الاهلي في كره في تنس الطاوله الحقيقه يعني ادانا تصريحات او قال تصريحات لبرنامج الابطال، قال ان الفتره اللي فاتت كانت فتره عصيبه شويه ان التوقف تماما عن ممارسه اللعبه، وانتم عارفين ان تنس الطاوله حساسيه المضرب انت ممكن تقعد تتمرن 4 ساعات. فقال لك ان دي كانت فتره صعبه علينا جدا ان احنا نبتعد عن التدريبات، وقال ان اللعيبه سعيده جدا بقرار العوده وان اللعيبه كمان مركزه ان شاء الله ان بعد استئناف البطوله على طول نكون في التوب فورم بتاعنا. وقال ان اتحاد تنس الطاوله حدد ميعاد الدوره المجمعه الاولى هتبقى من 9 ل 14 سبتمبر في هيئه قناه السويس. كان لازم علينا احنا كبرنامج الابطال وكاميرا الابطال تكون موجوده مع الاساطير بتوعنا نعرف قالوا ايه عن تنس الطاوله. وارجع لحضراتكم تاني. احنا كنا فعلا محتاجين ان احنا نرجع، ان احنا كانت الحياه كانت رتمها اتغير وكل حاجه اتغيرت فيها، فان احنا نرجع تاني وقرار يطلع ان احنا نبتدي نمارس النشاط بالذات النشاط اللي جوه الصاله مش الاوبن اير، فده ردلنا فعلا الروح. قعدنا تقريبا 15 يوم فيتنس في ملاعب الطايره والهاند بول والباسكت اللي هي ورا. بعد ال 15 يوم ابتدينا هنا، ابتدينا نلعب بشكل تدريجي شويه تمام، عشان كان في ناس ما كانتش متاح لها انها تتمرن برايفت الفتره اللي فاتت، فكان بنلعب واحده واحده كده لحد ما كلنا الحمد لله رب العالمين طمنا ان شاء الله مش هيبقى فيه اصابات والدنيا هتبقى ماشيه كويس. يعني بعد كده ابتدينا نتمرن ونصعد في التمرين شويه. دلوقتي احنا بنتمرن فترتين، فترة الصبح وفترة بعد الظهر، ساعتين وساعتين، والحمد لله رب العالمين. يعني بنحاول نجهز ان احنا عندنا الدوري ان شاء الله باذن الله المفروض ان هو 1/9، فاحنا الحمد لله يعني ابتدينا التمرين وابتدينا زي ما قلت لحضرتك بشكل تصاعدي، ودلوقتي بقينا بنتمرن فترتين صبح وبعد الظهر، فان شاء الله يعني هنجيب الفورمة بسرعة وهنبقى جاهزين باذن الرحمن على الدوري. بعد كده المفروض، بس الكلام ده لسه مش كونفيرم 100%، على يمكن على نص 10 او اول 11 تتلعب الانديه العربيه. الحمد لله كنا مبسوطين جدا بقرار الدوله اول ما قرروا على طول ان احنا نرجع تاني التمرين. طبعا رجعنا لحياتنا الطبيعيه وكنا مبسوطين جدا، مش احنا كرياضيين انت عارف اول مره نقعد 3 شهور او 4 شهور سلبي خالص، فما كناش متعودين على كده.
احنا على طول متعودين ان احنا نخرج وبننزل وبنلعب ونتمرن، فالحمد لله طبعا كان في فرحه كبيره يعني ما بين اللعيبه كلها. والله الحمد لله كنا عاملين جروب على الواتساب، كان على طول مدرب الفتنس بيبعت لنا التمارين وكنا اونلاين على طول بنتمرن سوا مع بعض كل يوم، عشان اقرب يعني اقرب فرصه كنا نرجع نبقى جاهزين ان شاء الله للملعب. يعني المدرب اللي كان بيتابع معانا على طول موضوع الاكل طبعا مهم جدا مع موضوع التمرين، عشان زي ما بقول لحضرتك يعني عشان لما نرجع نبقى واقفين بس على رجلنا شويه، فالحاجات دي كنا محافظين عليها طبعا. والله الحمد لله احنا بنتمرن كل يوم ما عدا الجمعه ساعتين يعني بالليل، ساعات بيبقى في بعض الوقت 3 ايام الصبح، عشان ان شاء الله احنا المفروض عندنا الدوري في شهر 9، فان شاء الله يعني بنستعد كويس خطوه بخطوه عشان احنا بقى لنا اسبوعين، فبنتمرن كل يوم بالليل ما عدا الجمعه، وساعات بنلعب كمان حد ثلاث وخميس الصبح. يعني والله الحمد لله على طول كل واحد بالماسك على طول في جل، النادي برده محافظ على طول في بوابه بنقيس درجه الحراره على طول في تعقيم، فالحمد لله احنا محافظين يعني على الحاجات دي. يعني ده كان لقائنا مع ابطال طبعا التنس الطاوله السيد لاشين محمد البالي. طبعا اي رياضي لو قلت له انا مش عايز او ما تلعبش ده بالنسبه له هيبقى يعني يوم صعب جدا عليه، ما بالك قعدوا 3 شهور او 4 شهور راحه سلبيه، ان شاء الله الحياه ترجع طبيعيه وان شاء الله ترجع المنافسات بشكل طبيعي. طيب كده اخبارنا داخل النادي الاهلي خلصت، خلينا نروح للاخبار المحليه. يمكن امبارح كان في خبر انتشر طبعا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن كان يهم بطل مصر اسلام الشهابي بطل مصر في الجودو. الراجل ده كان ليه قصه في 2019، كان بيلعب بطوله الجمهوريه هنا في مصر، منظمه الوادا اللي هي منظمه الكشف عن المنشطات عملت تحليل لقت العينه ايجابيه، تم ايقافه 4 سنين، استأنف، عمل المباراه لعب بطوله ثانيه في 2019 خدوا عينه ثانيه طلعت ايجابيه، توقف 8 سنين. طبعا اتجه للمحكمه الدوليه رفع قضيه استئناف، قدم ورقه امبارح حكمت المحكمه الدوليه برفع الايقاف عنه، ومش كده بس، وتعويضه بمبلغ 3000 فرنك سويسري. الحقيقه كل الكلام ده كويس وكل الكلام ده طبعا رجع له حقه، ولكن الحقيقه تصريحات اللاعب اللي قالها على صفحته الحقيقه كان محتاجين نقف عندها شويه. يمكن اللاعب قال انه الحمد لله حكمت محكمه التحكيم الرياضيه الدوليه بالغاء عقوبه الوقف ليا لمده 8 سنوات اللي كانت قد فرضتها عليا العام الماضي المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عزم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقي، والحمد لله إن يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من البطولات العالمية والدولية والقارية على مدار أكثر من 17 سنة، وأنا أتشرف بخدمة بلدي دائما، وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريق المحامين طبعا قال أساميهم، وعلى اهتمام طبعا اتحاد اللعبة معاه، وأشاد بوقوف هشام مصباح طبعا نجم الأولمبي الكبير جنبه، والحقيقة أنه تنازل عن هذا المبلغ التعويض وحطه تحت تصرف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. طبعا ده موقف يعني جميل جدا، موقف يحسب له الحقيقة، ان الراجل يعني تنازل عن المبلغ اتحكم له بيه ان هو يتحط تحت تصرف الهيئة المصرية او المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. احنا نتعلم من ايه من الموضوع ده؟ نتعلم حاجتين مهمين جدا، لازم لاعبتنا تخلي بالها كويس قوي. اولا في كود بينزل كل سنة، الكود ده بيحصل له تعديل او ابديتد كل فترة عن المنشطات، قد يكون دواء انت بتاخده دواء برد اي دواء والدواء ده في الكود ده، فانت لازم الحقيقه اي لعيب واللعيبه الاولمبيه واللعيبه اللي بتخضع دايما لتفتيش او دايما تحليل دوري لابد ان تاخد بالها من الكودز وتعديلاتها كل سنه. الحقيقه الموقف ده نتعلم منه ده، وكمان نتعلم قد ايه ان اللعيبه الدوليه بتحب بلدها وقد ايه اللعيبه الدوليه شرف كبير جدا ان انت تمثل مصر. الخبر ده كان مهم نقف عنده لانه كان خبر مهم. نرجع تاني لكره اليد ولكن المنتخب المصري. الحقيقه كابتن مؤمن صفا امين صندوق اتحاد اليد والمشرف العام على المنتخبات القوميه اعلن سلبيه كل العينات. طبعا انتوا عارفين منتخب كره اليد رايح الغردقه، فلازم يحصل لهم مسحه او يتعمل لهم مسحه بي سي ار لفيروس كورونا عشان يتاكد ان المعسكر واللعيبه كلهم هيكونوا خاليين من فيروس كورونا، فتعملت المسحه دي في مستشفى وادي النيل، وتصرح كابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات وامين الصندوق ان مفيش اي اصابات، وقال كمان انه تواصل مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنه الطبيه في بطوله العالم بلغه بسلبيه كل العينات، وبلغوا بكل سلبيه كل العينات اللي اتخذت للاعبين. طيب منتخبنا دخل في معسكر في الغردقه هيخلص يوم 24 سبتمبر، هنرجع نكمل الجولتين اللي فاضلين بالنسبه لنادي الاهلي نادي طلائع الجيش جولته مع نادي طلائع الجيش وايضا نادي الزمالك.
خلينا نقول كمان انه البطوله الجايه بطوله كاس العالم هتكون مطلع العام القادم بمشاركه 32 فريق، وده رقم كبير جدا جدا جدا. هنحتاج لجنه طبيه قويه، هنحتاج اجراءات احترازيه قويه. اكيد طبعا اللجنه الطبيه بقياده الكابتن حازم خميس واخدين كل الاحتياطات دي. عندنا مراسلتنا هنا ابو القاسم راحت طيب خلينا التقرير مش جاهز، خليني مع حضراتكم. خلينا نقول حاجه، كابتن حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد اليد اعلن مره وتكرارا ان الكاس العالم هيتعمل في مطلع العام القادم في ميعاده. ده يعني قد تكون ازمه كورونا عدت وقد لا تكون، يعني ممكن تكون عدت وممكن ما تكونش عدت، انما الكاس العالم هيتعمل. فده بيحط عبء كبير جدا على اللجنه الطبيه، لان طبعا اكيد كل اللاعبين قبل ما يجوا اول ما يوصلوا تعمل لهم مسحه طبيه، مسحه فيروس كورونا. لازم الكامب اللي بيقعد فيه اللعيبه زي ما شفنا في الام بي اي دلوقتي او دوري المحترفين الامريكي، حاطط اللعيبه كلها في مكان واحد وعشان يقدر يسيطر على الموضوع، ما حدش يروح وما حدش يخرج. اكيد ده هيحصل في كاس العالم. عبء كبير جدا على الاتحاد، عبء كبير على اللجنه الطبيه. طيب التقرير جاهز يا جماعه؟ طيب اللي عايز اقوله كمان انه لازم يكون زي ما احنا شايفين في لقطات بنعرضها على حضراتكم، لازم يكون في طبعا استعداد جيد. كاس عالم على ملعب على ارضنا 32 فريق. انا عايز اقول لكم ان صالات المغطاه بيتم العمل على قدم وساق على تجهيزها. انا عايز بس اقول لكم معلومه صغيره، مثلا طلبات الاتحادات الدوليه في الصالات انه بيكون لازم يكون الصاله المغطاه مثلا فيها اربع اوض لبس. ليه؟ عشان الفرقتين اللي بيلعبوا والفرقتين اللي داخلين بعديهم. لازم يكون في مثلا غرفه مؤتمرات على اعلى مستوى، سرعه انترنت عاليه جدا عشان تبعت التقارير وتستقبلها. الحقيقه كل الكلام ده وكل التفاصيل دي الدوله شغاله عليها، طبعا وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور طبعا اشرف صبحي شغالين على الموضوع ده كويس، لان الحقيقه كاس العالم ده هيبقى مهم جدا، ويبقى صوره هنصدرها للعالم كله عن احنا زي ما احنا شايفين البنيه التحتيه في مصر حصل فيها طفره كبيره جدا، ومن ضمن البنيه التحتيه دي البنيه التحتيه في الرياضه، سواء صالات مغطاه، سواء صالات تدريب، سواء جيمات. الحاجات دي الحقيقه بقت تؤهل مصر بشكل كبير ان احنا نقدر نستضيف يعني اكبر البطولات. فاول بطوله هتقابلنا هي كاس العالم، والدنيا ماشيه ان شاء الله على ايه؟ قدم وساق. التقرير جاهز يا جماعه؟ طيب احنا معانا تقرير طبعا. يوم ما اتعملت المسحه في مستشفى وادي النيل، في طبعا زي اللور الاربع اللي فات في اتفاقيه معموله مع مستشفى وادي النيل ما بين اتحاد اليد. الحقيقه انا شفت حتى اليافطه بتاعتها في مره من المرات، انا كنت هناك في زياره للمستشفى، والمسحات اتعملت هناك والمؤتمر اتعمل هناك. فالحقيقه مراسلتنا طبعا هنا ابو القاسم كانت هناك، عملت لقاءات مع رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. استعدادنا لحدث كبير جدا في كاس العالم، اكبر كاس عالم هيتعمل في كرة اليد، هيبقى موجود هنا في مصر، 32 فريق موجودين في دولة واحدة، ده رقم كبير جدا في الالعاب الجماعية. فكل أجهزة الدولة تكاتفت علشان تخرج هذه البطولة بمظهر يليق بسمعة مصر، سواء الرياضية او التنظيمية للبطولات الكبيرة اللي زي ديت. كان من أهمها طبعا أنت عارفة أن العالم كله متحفظ على موضوع الكورونا، فلازم نظهر ليهم كفاءة مصر إن شاء الله في السيطرة والتصدي لهذا الموضوع بتطبيق كل الاحترازات والاحتياطات المطلوبة لمواجهة هذا المرض. عايزين نبعت رسالة قوية للفرق دي أن إحنا بلدنا بلد أمينة. فعشان كده أخذنا وكل الوزارة للطب الوقائي بوزارة الصحة موجود معانا في البطولة، بحيث بنتفق معاه على المعايير الهامة اللي احنا هنعملها، سواء كان هنعمل بي سي آر مثلا، الناس وهي جاية من المطار لازم يكون معهم شهادة طبية بتدل على انه خالي من الكورونا. نمرة 2 بنبقى حاطين في الفنادق غرف طبية وعناية مركزة، كل فندق بقى تحته إسعاف. الملاعب بتاعتنا بيبقى فيها أربع عيادات، عيادة للاعبين، عيادة للفي اي بي، عيادة للجمهور، وعيادة للإعلاميين. عيادات مجهزة تجهيز عالي جدا، وكل استاد بيبقى ملحق عليه 7 إسعاف عالي التجهيز، بحيث ننقل بسرعة الأماكن للمستشفيات القريبة مننا. إذا كان في حوادث عميقة جدا وتحتاج تدخل جراحي هننقلها في النهاية إلى مستشفى وادي النيل. هتبدأ إن شاء الله السبت القادم اللي هي 15 يناير، تنتهي أول مرحلة 22/9،
المرحله دي هيبقى فيه معسكرات تدريبيه وتدريب فقط بدني وفني، وبعدين ندي اللعيبه 3 اسابيع مع الانديه نرجعهم مع الانديه، وبعد كده نبدا في نص اكتوبر 3 اسابيع كمان فيهم 4 مباريات دوليه ان شاء الله. منتخب اليونان والارجنتين هيشرفونا مصر، هنلعب 4 مباريات دوليه وان شاء الله نلعبهم في صالات كاس العالم اللي بتتبني دلوقتي. هتكون خطوه كويسه لينا ان احنا نقف على مستوى الفرقه. الاستعداد النهائي واخر خطوه لينا هتكون بدايه من ديسمبر ان شاء الله حتى بطوله العالم اللي هتتعمل في 13 يناير. المفروض في اولمبياد واستعداد اولمبياد كنا هنلعب على الاقل 15 ماتش قبل كاس العالم. الظروف صعبه جدا بس احنا هنعمل اللي علينا، واكيد الاتحاد عدل البرنامج بحيث ان هو يلائم الظروف اللي احنا فيها. يمكن اللقاء اللي احنا شفناه كان كل التركيز على حاجة واحدة مهمة جدا، هي تصدير ان مصر آمنة وتستطيع استضافة هذا الحدث الكبير. والحقيقة ده بيتطلب زي ما قال المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد تضافر كل جهود الدولة، وده اللي واقع حقيقي في الأيام دي. نتمنى كل التوفيق طبعا للاتحاد، ونتمنى كل التوفيق للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير. يمكن آخر خبر معانا طبعا يعني برنامج الأبطال وأسرة برنامج الأبطال بتنعى بكل الحزن يعني الحقيقة، وفاة الكابتن جابر عبد العاطي أسطورة ورمز من رموز الكرة الطائرة في مصر اللي وفاته المنية أمس طبعا في ساعة متأخرة بالليل بعد صراع مع المرض. الحقيقة كابتن جابر يمكن تقلد مناصب كبيرة، كان مدير فني نادي الزمالك، سموحة، منتخب مصر، وكان لاعب كبير جدا وليه اسمه الحقيقة. ويمكن آخر منصب تقلده كان ضمن اللجنة المؤقتة اللي بتدير شؤون اتحاد الكرة الطائرة. الحقيقة طبعا خالص التعزية لأسرة الفقيد، ونتمنى ليه طبعا كل المغفرة والرحمة. الحقيقة كان راجل بيحب شغله وكان بيحظى باحترام الجميع، ربنا يرحمه إن شاء الله ويسكنه فسيح جنته. خلينا نطلع لفاصل دلوقتي عشان نستقبل ضيفنا الكابتن تامر الصاوي طبعا أحد رموز أو أحد اللاعبين الكبار السابقين في التنس الأرضي عشان نتكلم معاه في كل حاجة تخص التنس الأرضي. انتظرونا وما تروحوش بيه. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن تامر الصاوي احد رموز التنس الارضي وابن النادي الاهلي وابن منتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هاشم، اهلا بيك، نورنا. والحقيقه انا مستني اللقاء ده. الله يخليك، بالعكس يعني فرصه جميله جدا ان احنا نقعد القعده دي، يعني ما بتجيش كتير. لا واحنا فرصه كمان، انت طبعا مقيم في الولايات المتحده الامريكيه، وجودك في مصر يمكن فتره مؤقته كان لهدف معين طبعا اكيد هنقوله طبعا. بس قبل ما نخش في التفاصيل يا كابتن لازم نعرف طبعا تاريخك، ولازم نعرف انت ابتديت ازاي التنس وابتديته ازاي مع النادي الاهلي. اتفضل كده. طبعا انا عمري كله في النادي الاهلي، يعني يمكن الواحد وهو صغير لغايه يمكن 15 او 16 سنه قضى وقت اكتر في النادي الاهلي عن وقت اللي كان بيقضيه مع عائلته او في البيت، زي اي لاعب او اي رياضي في النادي الاهلي. والدي كان بيلعب تنس وحببني جدا في اللعبه، ابتديت صغير جدا يمكن 3 سنين او 4 سنين، وبعدين لقى ان في تقدم ولقى ان في موهبه فابتدى يشجعني، وبالتالي ابتديت اخد اللعبه بجديه، وفزت باول بطوله ليا وانا عندي 8 سنين ونص تحت 12، واستمرت بقى الانتصارات بعد كده لغايه يمكن 15 سنه ونص. كسبت بطوله فردي رجال هنا في مصر وخلصت نمره واحد على مصر في سن صغير جدا ما شاء الله. فيعني دي الرحله باختصار في الفتره ديت. وانا طبعا يعني حبي للعبه بعد كده خلاني ان انا اكمل ان انا اخد سكولرشيب واخش جامعه في امريكا، وبعد جامعات امريكا احترفت سنه 93، وفضلت لعبت كلاعب محترف لغايه ما اعتزلت في الصيف سنه 98 بعد اخر رولان جاروس انا لعبتها. ما شاء الله يا كابتن، يعني تاريخ كبير. بس طب خلينا نشوف التقرير اللي احنا جهزناه لحضرتك مع الساده المشاهدين ونرجع نكمل حوارنا. تمام. تامر الصاوي نجم التنس الأهلاوي ومسيرة حافلة من الإنجازات داخل ملاعب الكرة الصفراء، نجم يجهله الكثيرون من أبناء الجيل الحالي، وأحد أهم لاعبي التنس المصري عبر تاريخه، ومن أفضل لاعبي النادي الأهلي في التنس الأرضي منذ نشأته. فهو شخصية لديها الكثير من الخبرات داخل ملاعب الكرة الصفراء وخارجها، ويعد أحد أفضل الخبراء المصريين في اللعبة.
هو تامر الصاوي المولود في 11 فبراير عام 1972. نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة مصر الأهلية 12 عاما على التوالي، وتحديدا منذ عام 1987 وحتى عام 1998، وهو العام الذي أعلن فيه اعتزاله. توج بطلا لفرد الرجال على المستوى المحلي وهو في سن 15، كما أنه حصل على بطل أمريكا للجامعات عام 1993، مما منحه الفرصة لتوقيع عقد احتراف ليبدأ في الحصول على العديد من البطولات الفردية والزوجية للمحترفين قبل أن يصل للمركز رقم 127 عالميا على الصعيد الفردي و128 عالميا على الصعيد الزوجي، كما شارك في 13 بطولة عالمية من بطولات الجراند سلام. وعقب اعتزاله للعب سافر لأمريكا وقرر إنشاء مركز تدريبي للتنس ساهم من خلاله في تدريب وتأهيل العديد من لاعبي منتخباتنا الوطنية، كما أشرف الصاوي على تدريب منتخبنا الوطني عام 2011 وحصد مع المنتخب ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بموزمبيق عام 2011، وترأس مؤسسة المدربين المحترفين العالمية في مصر عام 2014 قبل أن يترأس المؤسسة في الإكوادور وأمريكا على الترتيب العام الماضي، كما أسس شركة خاصة به لإدارة الأعمال الرياضية في أمريكا، كما أنه رئيس لمركز تدريب التنس الأرضي بأمريكا. ويؤكد المتابعون للتنس الأرضي المصري أن تامر الصاوي هو أحسن لاعب في تاريخ مصر خلال 40 عاما الماضية، وأنه قادر على قيادة اللعبة وتطويرها في ظل امتلاكه لأدوات العصر الحديث وخبرات كبيرة اكتسبها من الاحتكاك مع المدارس الأجنبية المختلفة. يحل الصاوي ضيفا على برنامج الأبطال للحديث عن العديد من التساؤلات الخاصة بالتنس المصري والعالمي. زي ما وعدنا حضراتكم من أول يوم إن إحنا هنوفر القدوة لأبطالنا وشبابنا وناشئاتنا وكل الناس، الحقيقة مش هنلاقي قدوة في التنس الأرضي زي كابتن تامر. كابتن تامر يمكن تاريخ عريق جدا ويعني حاجة مشرفة لمصر. الله يخليك. هو فعلا غريب شوية إن الواحد يسمعه وبيحسسه بطول المدة وعدد السنين الطويلة الواحد قضاها في اللعبة، بس طبعا حب الواحد للعبة ويعني بيخلي ان هو عايز يكمل، بس للأسف بقى مع السن والكلام ده كله الواحد لازم يغير كاريره شوية. مرحلة جديدة في حياتك يمكن طبعًا كابتن طبعًا. انت يمكن قبل الهوى كنا بنتكلم ان حضرتك عايز تفيد بلدك بأي شكل من الأشكال. للناس ما تعرفوش ان كابتن تامر الحقيقة كمان أجل سفره اليوم الأربعاء لأنه كان راجع الولايات المتحدة الأمريكية، وأجل سفره مخصوص عشان يكون معنا في برنامج الأبطال، وده إن دل فيدل على قد إيه هو بيقدس دور او يعني نادي الاهلي او دعم النادي الاهلي للتنس. طبعا بنشكر حضرتك يا كابتن على الهواء على هذا. لا الف شكر. يعني حضرتك تبقى انا عايز اعلق تعليق يا هيثم لو سمحت لي سريع جدا. يعني على الاحترافيه اللي القناه ورؤساء التحرير هنا وحضرتك وجميع الاستاف اللي موجودين قبلونا انا بيها، يعني انا يمكن الواحد في مصر بيبقى متوقع حاجات مختلفه شويه، لكن الف مبروك على الابجريدز بتاعه القناه، طبعا حاجه جميله جدا. بس من الباب من ساعه ما دخلنا لغايه الدقيقه اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي معامله في منتهى الحضاره، معامله جميله جدا جدا جدا. فحب اشكركم كلكم على الواحد حاسس فعلا ان هو رجع للنادي الاهلي تاني. كابتن يعني حضرتك ابن النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، وقناه النادي الاهلي بعد الافتتاح اصبحت طليق بابناء النادي الاهلي وجمهوره. حاجه جميله جدا حضرتك مشرفنا الحقيقه. ويمكن انا يمكن عايز احط الضوء، انا دايما ببتدي مع كل ضيوفي من النهايه لان النهايه بتبقى هي الابديتد واللي فيها كل الاحداث. يمكن حضرتك نزلت عشان دوره الجي بي تي سي اي، الدوره المهمه جدا في عالم تدريب التنس. الدوره دي صعب جدا مدربينا يروحوا لها بره لانها مكلفه. كلمنا ازاي حضرتك قدرت تجيب الدوره دي او الكورس التدريبي ده في الظروف دي في وجود كورونا وجائحه كورونا لمصر وبالتكلفه البسيطه على المدربين؟ اتفضل يا كابتن. بص حضرتك، بالنسبه يعني الجي بي تي سي اقوى مؤسسه للكوتشنج في العالم معتمده من الاي تي بي اللي هي برضو مؤسسة التنس للمحترفين، وإحنا جناح التدريب في المؤسسة ديت. فالكورسات ديت إحنا ابتديناها في مصر سنة 2014، وابتدينا بكورسات أعدادها أصغر شوية مع مدربين معينين، والحمد لله النهاردة لسه مخلصين الكورس بتاعنا اللي كان يعني على مستوى عالي جدا جدا جدا، 34 مدرب منهم منتخبات مصر
كانت موجودة معنا النهاردة، فده شرف ليا طبعا هم كانوا موجودين، فيعني شيء جميل جدا جدا جدا. أما بالنسبة لظروف الكورونا بالذات، عموما الكورس ده بيبقى 3 أيام بنقابل فيه المدربين، وبعدين هم بنستضيف ناس من بره ييجوا يقعدوا في مصر هنا الثلاث ايام دول ويدوا المحاضرات بتاعتهم، بعدين يرجعوا لبلادهم اذا كانت اوروبا او امريكا او 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 او. بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها السفر كان صعب جدا اكيد، وتمام، وفي نفس الوقت الكورس مكلف بشكل عالي جدا. فانا قدمت طلب لمجلس الاداره ان احنا نعمل اول يومين اونلاين، بحيث ان احنا نعملها على الانترنت. المحاضرات كانت على الانترنت، وده يحفظ سلامة المدربين، لأن وجود 34 مدرب صعب إن إحنا نتحبس في أوضة أو في الظروف الحالية. وطبعا يعني إحنا كلنا لازم نشارك في المحافظة على صحة بعض طبعا. فبالتالي طبعا إحنا عملنا الكورس أونلاين لأول يومين. ثالث يوم طلبنا من المدربين إن هم يحضروا شخصيا في ملعب تنس، ملعب مفتوح open area بقى طبعا، open area ملعب مفتوح، أي مشكلة. الكراسي محطوطة بتباعد على الأقل 2 متر بين كل كرسي وكرسي، الماسكات موجودة طول الوقت. ممتاز. طبعا لعبة التنس حظها كويس جدا إن اللعيبة بعيد عن بعض قوي، فوجود اللاعب أو المدرب في الملعب داخل الملعب الماسك مش ضروري، على أساس إن المسافة 10 متر أو 12 متر المسافة، تمام؟ بعد الاجتماع موجود أوريدي بحكم اللعبة. تمام. وأنا كمدرب بحاول برضو إن أنا أتباعد عن اللعيبة. قبل كده كان ممكن الواحد يقرب ويعمل ديمونستريشن، دلوقتي الواحد بيتباعد شوية. فقدرنا إن إحنا ننجح الحمد لله في إن إحنا نقدم الدورة دي للمدربين بتوعنا. عملت الجزء العملي في الملعب؟ عملنا الجزء العملي في الملعب. طب التست أو الاختبار بيتعمل زي ريفيو بعديها للمحاضرة كلها والأيام اللي فاتت، وبعدين بنديهم الامتحان. الحمد لله اغلب المدربين عدوا في الامتحان دول واخدوا الشهادات بتاعتهم النهارده، وببارك لهم طبعا على الليفل اللي هم خدوه النهارده، لان في ناس كانت واخده معانا قبل كده ليفل سي وتصعدوا الليفل بي، فمعناها ان الخبرات بتاعه المدربين اللي عندنا في مصر ابتدت تتقدم. يعني افهم من كلام حضرتك ان الكورس ده بيعمل ابجريد للليفل بتاع المدرب، يعني لو هو لايسنس تايب سي بيبقى بي، لو بي بيبقى ايه، يعني الكورس ده مهم جدا للتصنيف. هختلف بس احنا كورساتنا صعبه جدا بالظبط. فليفل ايه محفوظ لواحد كسب جراند سلام او مرن لعيب في اول 10 في العالم، فالحصول على ليفل ايه صعب شويه، صعب شوي. لكن احنا عندنا سقف اللي هو بي، فبنحاول نساعد المدربين. يعني النهارده كان في 34 مدرب، 5 منهم توصلوا للمرحله دي، ممتاز. الباقي كانوا ليفل. خدمه كبيره جدا بتقدمها للوطن الحقيقه يا كابتن، شرف ليا. خليني اقول لحضرتك، امتى يا كابتن هنشوف لعيب مصري او لاعبه مصريه؟ السؤال اللي احنا بنقوله اللي هو ده رساله، ايوه هو ده رساله البرنامج، امتى هنشوف لاعب او لعيبه مصريه في التوب 100 رانكينج على العالم كله؟ هيثم، احنا بعيد قوي 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 على ان احنا حتى نفكر في ان احنا يكون لنا لاعب من اول 100 على العالم بادي من الاول. اقرب لاعب موجود دلوقتي على الحافه هو طبعا بطل مصر الحالي اللاعب محمد صفوت، هو اقرب واحد ان هو ممكن يخترق اول 100 على العالم. ترتيبه كم محمد صفوت؟ 130 حاليا. فاحنا بنتمنى له كل توفيق. كم سنه محمد؟ هل العمر هيسعفه انه يعمل كده؟ بص حضرتك، محمد ابن مصر وتاريخ طويل في اللعبه، فانا بتمنى له كل توفيق، رغم ان هو مش في بدايه كاريره، لكن كلنا بنتمنى ان هو يقدر يخطي الخطوه. احنا قربنا ندعمه بكل ما قلت له. فانا بتمنى له كل خير ان شاء الله، ولو قدر ان هو يعملها هيعملها. طب ليه يا كابتن عندنا لعيب واحد؟ ما هي المشكله بقى حضرتك، المشكله حضرتك ان احنا بيطلع لعيب كل 30 40 سنه. ليه؟ زي ما احنا عارفين، ما هو عشان مصر ولاده واحنا 110 مليون. ما تقوليش ابدا، يعني احنا في العاب المضرب سكواش التنس الطاوله عندنا ناس رانكينج، عندنا 16 عصر، وعندنا السيد لاشين، وعندنا ده في تنس الطاوله، عندنا في نفس الكلام في السكواش، يمكن اول 50 بيبقى نادر لما تلاقي حد مش مصري. تمام. ليه التنس الارضي مش كده؟ ليه لعبه التنس الارضي مختلفه شويه عن بقيه اللعبات؟ رقم واحد تكلفتها عاليه جدا. تمام. اولا عشان نقفل موضوع الموهبه والامكانيه، احنا عندنا عدد من الاطفال اللي هم 7 8 سنين 9 سنين بموهبه خرافيه مش موجوده في العالم كله. وانا بقول لحضرتك ولا في امريكا ولا هنا، واعداد كبيره جدا، بس الولد بعد كده على 11 12 سنه بيحصل حاله احباط وبيحصل مشاكل كتير. نرعاهم ازاي يا كابتن؟ ما هو حضرتك المنظومه لازم تبقى على المستوى اللي احنا بنطلب منه. حضرتك لما تقول لي انا عايز لاعب يوصل للتوب 100، واحنا بنتكلم بقى على استمراريه، ومش بنتكلم على واحد كل 30 سنه، صح؟ لان ده ممكن سيستم. نفضل زي ما احنا ماشيين ونعمل السيستم ده بيفرغ لي لعيبه. تمام حضرتك. هل السيستم المحطوط حاليا اللي هو نفس السيستم اللي موجود ال 30 40 سنه اللي فاتوا انتج؟ ما هو اكيد ما انتجش. تمام. احنا بناخد نتائج. تمام. يبقى حضرتك لازم تغير السيستم ده. السيستم ده فيه جزئيتين، جزئيه سياسيه وجزئيه فنيه. بمعنى
بمعنى ان احنا دلوقتي في انتخابات للاتحاد، في اعضاء بيخشوا الاتحاد، في اعضاء انديه بتنتخب يعني اعضاء الاتحاد، في سياسه الاتحاد نفسه، سياسه الاتحاد، سياسه الاتحاد، سياسه اختيار اعضاء الاتحاد. انت قصدك يعني اللائحه الداخليه للاتحاد؟ طبعا طبعا. يعني هقول لحضرتك ابسط حاجه، احنا عندنا في مصر كام نادي تنس حاليا؟ 11 12 مثلا. لا احنا عندنا دلوقتي 45 نادي بيلعبوا تنس، بس مش دول اللي بيصوتوا. مين اللي بيصوت؟ 11 12 نادي. 11 نادي، يبقى بالتالي انا المطلوب مني التحكم في كام نادي؟ 6. انا لو اتحكمت في 6 انديه احكم مدى الحياه. صحيح صحيح صحيح. احكم هل أنا. هل النظام ده مقبول ولا لا؟ وانا بسال انا يعني انا مش في مكانه ان انا اقدر اغير الكلام ده، وبالتالي انا مش هلوم حد او هتكلم فيه زياده عن كده. بتقول ايه اللي من وجهه نظرك يقدر وعلى مسؤوليتك طبعا ايه اللي يغير؟ بسال سؤال، الناس الثانيه دي اصواتها لا تعني؟ لا اكيد تعني. طيب طبعا. ما هو الانديه دي كلها بتستضيف بطولات وبتطلع ناشئين وبتشارك، يعني لازم التصنيف او الحق له التصويت في الجامعه العموميه المعايير تمام. تختلف. طيب تمام. الاول يا كابتن احنا خدنا الشق الاولاني اللي هو الشق ما يتعلق بالانترنال ستاتيوس او اللائحه الداخليه للاتحاد، بس الاول عايزك تقول الو يا كابتن. قول الو. الو مين معايا؟ كابتن تامر. ايه صوت ما جبتوش؟ طيب عمرو معانا طبعا. كابتن كريم مأمون. كابتن كريم مأمون منتخب مصر التنس. الله ينور عليك. ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك يا كابتن؟ منورنا طبعا، وعلى شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا كابتن تامر دي. كابتن تامر منورنا طبعا في الاستوديو. تحب تقول لكابتن تامر ايه على الهوا؟ اقول له وحشتنا واخيرا رجعت مصر شويه نشوفك شويه. لا رجع مؤقت خلي بالك يعني، بس رجع شويه نلحق نشوف. طيب قول لي يا كريم، يعني انت اكتر حاجه اتعلمتها من كابتن تامر ايه؟ يمكن انتوا في مجال واحد، واكيد هو مثل وقدوه زي ما وعدنا كل الناس ان المثل والقدوه هيكون معانا. اتعلمت منه ايه؟ طبعا اتعلمت منه حاجات كتير على مر السنين، بس من اكتر الحاجات اللي اتعلمتها منه الكوميتمنت والهارد ورك، وان يعني تبقى حاطط جول لنفسك وتفضل تتمرن تتمرن وتحاول توصل للجول مهما حصل، مهما انت قابلت لك صعوبات ومخبطات في الطريق، الكفاح بتاعك اللي انت تفضل مكمل لغايه ما توصل للجول بتاعك. كريم، يمكن احنا كنا بنتكلم نفسنا نشوف بطل يعني على منصات التتويج في بطولات التنس العالميه، او حتى يقرب من التوب 50 او التوب 100. شايف ده مستحيل يا كابتن ولا شايفه ازاي؟ والله لا طبعا ما فيش اي حاجه مستحيله، بس هي المشكله هي محتاجه حاجات كتير قوي. يعني هي زي سيركل كبيره فيها مليون حاجه لازم تتعمل عشان الواحد يقدر او ما يقدرش. يعني هي في الاخر انت هتحاول تعمل حاجات كتير، كان لازم يبقى معاك مدرب فيتنس، لازم يبقى في نوادي فيها الايكويبمنت الصح عشان الريكفري وعشان التدخين وعشان انت تتابع الماتشات بتاعت اللعيبه اللي هتلعبها في البطوله الجايه. هي منظومه كبيره قوي، دايره كبيره قوي، وفي الاخر هي التوفيق من عند ربنا اللي انت ممكن توفق وممكن بعد كل ده ما توفقش. كريم، يمكن بعض اللاعبين بيلجأوا للسكولرشيب او المنح الدراسيه في الولايات المتحده او بريطانيا او الدوله العظمى في التنس، يعني يمكن ده احنا مش شايفينه قوي في التنس الارضي، في لعيبه بره، بس لو بتهيألي لو القاعده دي زادت هنستعوض عن ده ان احنا لعبتنا بتتعد بره، ولا ايه رايك؟ بالظبط. طبعا هي في طبعا في لعيبه كتير قوي بيلجأوا لخبرات كابتن تامر اللي هم يروحوا جامعات في امريكا عشان دي بتوفر لهم الفاسيلتيز اللي موجوده هناك، فدي تخليهم يقدروا يتمرنوا على اعلى مستوى في فاسيلتيز وجيمات وحمامات سباحه، يقدروا يعملوا الريهاب والريكفري بتاعهم على اعلى مستوى. فده اللي بيساعدهم اللي هم يبنوا مستقبلهم الاربع سنين بتوع الدراسه، وبعد كده يقدروا بقى يكملوا في الاحتراف. طب كابتن تامر، توجه لكريم ايه على الهواء؟ تقول له تنصحه بايه طبعا بحكم خبراتك العريضه؟ اولا كريم من اللعيبه اللي انا مرنتها في فتره من الفترات، واحب اقول ان كريم كان معانا النهارده في الدوره وحصل على ليفل بي معانا في الجي بي تي سي اي، وعلشان يوسع من معلوماته عشان يشارك معانا في الحدث دوت. اما نصيحتي انا لكريم، انا هقول لك حاجه، كريم مستقبله لسه قدامه، وانا بقول له ان هو لازم يكمل في اللعبه دي ويحاول يوصل لحلمه، واحنا كلنا وراه، اذا كان انا او كل اللي من جيلي، او هو اذا احتاج اي مساعده مني او من اي حد تاني، احنا تحت امره في اي حاجه، وهو ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقه ويوصل، لان انا شايف ان هو عنده المقدره انه يعمل اكتر ويمشي في كاريره اكتر. بس طبعا زي ما هو قال، في ظروف معينه خارجه عن ارادته وخارجه عن ارادتنا كلنا، هنتمنى ان الظروف دي تتحسن في الفتره اللي جايه، وان هو يقدر يوصل لاعلى مستوى يقدر يوصل له، وانا متاكد وعندي ثقه تامه فيه وفي ربنا ان شاء الله ده هيحصل. كريم، يعني بتهيألي دي رساله ونصيحه على الهوا طبعا، واكيد ليك ولكل جيلك بتهيألي. يعني
طبعا رساله جميله قوي، ويعني وافتخر بيها يعني، والف شكر يا كابتن كريم. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم، طبعا نجم منتخب او نجم تنس الارضي، بشكرك على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. يمكن اجيال كتير بتحاول تتعلم منك يا كابتن. الله يخليك، وده حاجه طبيعيه وحاجه تشرف الحقيقه. خلينا ارجع تاني لسؤالي اللي كنا مع حضرتك عشان ما تهربش من المواضيع. يمكن انت قلت الاول طريقه اختيار طبعا او اللائحه الداخليه لازم تتغير، ان كل الانديه اللي بتشارك او عندها لعبه التنس لازم ليها راي. كابتن هيثم، دي نقطه واحده من النقط دي، لكن احنا ممكن نتطرق لنقط كبيره جدا، منها مثلا ان احنا اعضاء اتحاداتنا كلها مثلا ده عمل تطوعي بالنسبه لهم. يعني الناس اللي هي مسؤوله عن لعبه التنس في مصر ما هياش، ما نقدرش نقول الناس دي محترفه وقمه في النجاح. اولا ناس محترمه جدا طبعا، كل الناس كل الاحترام وتقدير لكل، لازم يتكلم على سياسه عمل، معلش بس لازم يتقال الاول ان دي ناس محترمه جدا طبعًا. منهم اصدقاء ليا لعبوا معايا قبل كده وناس انا بحترمها جدا، ممكن نختلف في وجهات النظر او الطريق اللي احنا ماشيين فيه، لكن ليهم كل الاحترام، ولازم اقول ده الاول طبعًا. بعد كده اقدر اقول ان مثلا التطوع في لعبه زي ديت، انت لعبه دلوقتي كانت الفلوس اللي فيها من 10 15 سنه ارقام ضعيفه جدا جدا صحيح. جدا صحيح. 2 مليون 3 مليون 4 مليون. دلوقتي احنا بنتكلم على لعبه فيها 150 200 و300 مليون جنيه دلوقتي في السوق المصري بين الانديه وبين الكلام ده كله. هل يصح ان احنا نجتمع مثلا مره في الاسبوع ونقرر مصير اللعبه دي؟ طبعا ما ينفعش. فطلب حضرتك ان احنا نحط لعيبه على المستوى العالمي يمثلونا على المستوى العالمي، ده يتطلب ان الشغل اللي هيتعمل يبقى شغل على المستوى العالمي، ما نقدرش صحيح. نشتغل شغل بسيط. طب نطلب خلينا نتكلم النتائج على المستوى. النقطه اللي حضرتك قلتها الاولانيه هي طريقه اختيار او ان كل يشارك في الجمعيه العموميه تمام، للي بيلاقي 50 نادي 60 نادي، وكل ما كبر القاعده كل ده ما يكون طبعا. طب النقطه الثانيه حضرتك قلت عليها نقطه فنيه. النقطه الفنيه ايه اللي ينقصنا؟ عندنا كوادر مدربين، عندنا كوادر البنيه التحتيه الدوله عاملاها على اعلى مستوى، عندنا يعني محتاجين ايه؟ هل تحليل هل بلان 5 سنين تتحط قدام؟ ايه اللي محتاجينه فنيا؟ اولا البلان لازم تبقى 8 سنين ل 10 سنين، ودي حاجة احنا اتكلمنا فيها كتيرة. كل الخبراء بيقولوا لك ان مستحيل هيحصل تغيير. اولا بدون التغيير السياسي احنا واقفين محلك سر. خلي بالك كابتن عشان بس حته السياسي دي، انت يمكن في امريكا فمش عارف شوية يعني المصطلحات. احنا بنتكلم التغيير الاداري. الإداري. يعني اصل خلي بال حضرتك المشاهدين يعني. لا 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 كلامك مظبوط 100%. الحته هي انت حضرتك طبعا عايش في الولايات المتحده، فيمكن الاكسبريشنز شويه تغيير الاداري او الايه او الهدف الاداري او الاسلوب الهدف الاداري. الهدف الاداري لو حصل، لو ده حصل نبتدي نبص للناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه لو قلنا مثلا ان احنا حابين ان الكوتشات اللي هم على اقوى مستوى وعلى اعلى مستوى هم اللي يكونوا متواجدين مع منتخباتنا، ده ما بيتيحش لينا ليه؟ لان الماديات اللي متاحه لمدربين المنتخب حاليا قليله جدا. فبالتالي بيحصل ايه؟ مدربين المنتخب الحاليين اللي بيمسكوا اللي هو بيوافق ان هو يتقبل المبلغ الصغير ده، بيبقى الرانك بتاعه قليل شويه، لازم يبقى اقل، لان لو واحد على مستوى عالي جدا هيطلب مبلغ كبير. فبالتالي المدربين الاقوياء بيروحوا فين؟ بيروحوا للجهه الخاصه، مش الجهه الحكوميه او جهه الانتخابات. فبالتالي لما يروحوا للجهه الخاصه انا خسرت كده عامل مهم جدا من الكفاءات. طب كابتن خليني يعني استكمل مع حضرتك الحوار، ولكن احنا لازم نطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم عشان الحقيقه نكمل حوارنا الممتع مع كابتن تامر الصقر. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستكمل حوارنا الشيق مع كابتن تامر الصاوي نجم التنس الارضي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناحيه الفنيه طبعا. عايزك تستفيض فيها لان هي دي برضو ناحيه مهمه جدا. انا شايف ان في خطوات ممكن نقدر ناخدها طبعا لو ده سمح، ان احنا ناخد الخطوات ديت عشان نحاول نحسن من المستوى الفني اللي احنا بنعرضه للعيبه بتاعتنا. ليه؟ لان اللعيبه دلوقتي بما انها موهوبه وبما انها جاهزه لازم قياده من ناحيه الكوتشات، وهو ده سبب ان احنا ابتدينا نعمل كورسات عشان نحاول نقوي الناحيه الفنيه للعيبه، ولازم يحصل دعم للعيبه للكوتشات اللي هي ماسكه المنتخبات ديت. في نظري وجود لجنه تسويق قويه هيساعد طبعا. كتير جدا طبعا. جدا جدا في حل المشكله طبعا. دي موارد. ما نقدرش طبعا ان احنا نلوم اي حد في الحته دي في الوضع الحالي علشان ظروف الكورونا والظروف اللي احنا بنعدي بيها دي بعد الكورونا ان شاء الله اكيد. فاحنا بنفكر الهدف من ده كله ايه؟ الهدف من ده كله واحد، يعني احنا كلنا عايزين نقوم بالتنس المصري، فحتى لو حصل اختلاف في الاراء لازم يبقى في توافق ان الهدف واحد صحيح. ولازم يتم استغلال كل الطاقات اللي موجوده،
يعني ما استغلش طاقات معينه لان علاقتي بيها مثلا اقرب او لان هي ارائها اقرب لارائي. بالعكس انا شايف ان الاستعانه باراء مختلفه دايما بيوصل لقرار افضل. فانه افضل ان يتفتح الباب شويه وبالذات لكوتشات اللي اصغر سنا. ليه؟ لان الكوتشات دي هي اللي هتشيل بعد كده. انا ما اقدرش اشيل حمل كنت اقدر اشيله من 15 سنه. صحيح. انا بقول لك بكل صراحه. صحيح. فاهم قصدي؟ يعني انا مش هقدر اشيل الحمل ده، فلازم يكون ورايا كوادر تقدر تسند في الحته دي بنصيحتي، يعني يكون وجودي برضو يعني مهم. كابتن يعني البيضه الاول ولا الفرخه؟ يعني انا معلش انا يعني اللعيب يحقق انجاز الاول عشان ادعمه، ولا ادعم لعيب الاول لغايه ما يوصل لانجاز؟ يعني ما يعني هل انا انتظر اشوف اللاعب يجيب يعمل بنفسه هو من جامعته والدنيا اللي هو فيها يعمل رانك وبعد كده ابتدي اتوجه ليه، ولا العكس ان انا اجيب لعيب وتمام؟ سؤال جميل جدا يا حسين والله، يعني سؤال جميل جدا، لان انا بتساءل كمان احيانا. ليه؟ لان اللعيب قبل ما يبقى جامد ما بنسمع ما فيش اي مساعده من اي جهه من الجهات. صحيح. وبعدين اللعيب يوصل يعني زي شفناها كتير في الفتره الاخرانيه دي، وهنقدر نتكلم في الموضوع ده باستفاضه شويه لقدام، بس يعني اللعيب لما يوصل ويبقى ليه صوت ويقدر يطالب ابتدي اديله، ودي غلطه كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ يعني حضرتك شايف ان العكس هو المفروض يحصل؟ العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. لكن اللي بيحصل فعلا ان احنا ما بنساعدش لعيب غير لما يبقى صوته عالي ويقدر يأذينا بآرائه او بوجهات نظره او بمطالبه، فبنحاول نسكته بان احنا نساعده او نقول ان احنا ساعدناه. صحيح. تمام. كابتن وكمان في حاجه مهمه، مش بقطع حضرتك يعني، بس كان معايا كابتن امير وجيه الاسكواش واحد العاب امير حبيبي طبعا، وبرده قامه كبيره جدا جدا كان جدا. كان بالطيور المهاجره زي حضرتك طبعا، كان معايا في واشنطن لسه من قريب طبعا. بس هو كان في مشروع قومي دلوقتي كان معمول للاسكواش وتبني الاشبال، هل حضرتك ممكن تكون بتنادي بحاجه زي كده دلوقتي ان يكون عندنا مشروع قومي للتنس؟ بص حضرتك، انا بنادي بوحده قوميه للتنس، مشروع قومي. انا لا انا بص حضرتك، انا ما بحبش ادخل نفسي كفرد او انا بنادي بحاجه معينه. ليه؟ لان انا حابب ان يكون في اراء تانية غير رايي، وما عنديش مانع ان انا اسمعها، وما عنديش مانع ان احنا نعملها مع بعض. ممتاز. المشكله مشكله ضعف حالي، المفروض ان يكون في قرارات اقوى من كده، ويكون في وحده من الناس القيادات اللي موجوده. اللي انا شايفه اسره كره التنس كلها، كل ده اللي انا عايزه. انا مش عايز رايي انا اللي يمشي، انا ما عنديش اي مانع ان انا اشارك الراي مع ناس كتيره جدا، لكن المهم ان احنا نوصل لحاجه. لكن ارجع واقول لحضرتك، هل في اي تغيير في التنس في ال 30 سنه اللي فاتوا؟ لا الحقيقه لا، كل مفيش يعني. طيب احنا لاعب او اتنين لو استمرنا وما بيكملوش، لو استمرنا على كده صعب ان احنا نتوقع تغيير. التغيير هيجي لما الباب يتفتح للكوادر الصغيره اللي ليهم صوت عشان يطلعوا، لناس كتيره جدا قادره انها تساعد دلوقتي وموهوبه وحابه انها تشارك، هنفتح لهم الباب دوت. وزي ما انا قلت ان القدرات اللي موجوده نستغلها بالكامل. حضرتك يعني شايف فعلا يا كابتن ان احنا نمتلك من القدرات الاول البشريه، ثانيا الامكانيات الملاعب والفاسيلتيز كلها، شايف ان احنا نمتلك اللي يخلينا نخش ننافس بقوه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، لو السيستم المصري الحالي يوازي اي سيستم تاني، مصر تبقى من اقوى الدول في التنس في خلال 10-15 سنه. هنيك على الاجابه الصريحه دي يا كابتن. انا بقول لك بصراحه، لكن خليني ابقى صريح برضه، انا مش حاسس ان التغيير ده هيحصل. احنا بص يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني او دور حضرتك كراجل من الكوادر ان انت عايز مصلحه. تمام. وبتقول رايك من باب المصلحه. احنا عمرنا يعني دايما بيبقى عندنا الامل موجود، ودايما بنشوف ان الامور بتتطور في يوم وليله زي ما احنا شايفين اللي بيحصل قدامنا، فاحنا ما بنفقدش الامل. تمام. وده دورنا احنا هنا في برنامج ابطال، ان احنا ومش هتبقى اخر لقاء بينا وبين بعض على فكره، أكيد. هنفضل مع بعض أكيد. وهنتابع. فحضرتك شايف ان احنا نمتلك القدرات، وحضرتك قلت لي اه 100%. ينقصنا السيستم، وحضرتك قلت ان اول حاجه في السيستم هو الاداري ثم بعد كده الفني. تمام. طب اسال حضرتك سؤال. طب. انا كنت بسالك في الفاصل بقول لك دعم الدوله، قلت لي لا يبقى انا حرام عليا اطلب دعم الدوله في الوقت اللي احنا فيه ده. بص حضرتك، انا لازم نتكلم برضو مع المشكله اللي موجوده مش مشكله للدوله فقط، ما هو احنا عايشين دلوقتي وسط مجتمع. صحيح. والرياضه رياضه التنس بتخضع لقوانين رياضات اخرى. مظبوط. تمام. وفي وزاره بتحط قوانين معينه لازم كلنا نحترمها. صحيح. فالكلام اللي انا بقوله ما يتعارضش مع الكلام ده كله، انا بقول في النطاق اللي احنا بنعمله. يعني انا مش شايف ان احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه في الوقت الحالي، بنعمل مجهود يوازي 50-60% لا يوازي الجولز اللي محطوطه. يعني احنا لو هنحط سيستم وعايزين نطلع بلعيبة على المستوى الدولي، يبقى شغلنا لازم يكون على المستوى الدولي. صحيح. طالما شغلنا 50-60% اللي هيحصل زي ما حضرتك شايف. وعشان كده انا بقول لحضرتك، انا اتخيل التغيير ده هيحصل لما
يحصل ان المنظومه بالكامل تشوف الحاجات الكويسه اللي ممكن تحصل لما ده يحصل. يعني قوه الاتحاد لما يطلع لعيبه قويه وتمثل مصر خارجيا هتزيد جدا. طبعا. طيب يبقى طبعا. ايه المانع ان احنا نشجع بدري؟ الهدف واحد. تمام. يبقى ايه المانع ان احنا نشجع بدري ما نستناش لما اللعيبه توصل؟ نبتدي بدري. تمام. ان شاء الله الفلوس ان شاء الله ابتدي ب 10 15 لاعب ورعاهم. الفلوس تمام، والفلوس اللي موجوده دلوقتي فلوس كتيره تكفي جدا. طيب لو احنا قدرنا نوظف الفلوس دي باسلوب احسن وقدرنا نسوق اللعيبه بتاعتنا احسن، يعني اكبر حاجه حضرتك اتكلمت عن الامل. انا لما اجي اكلم ناشئ دلوقتي هيقول لي طب ما انا اخري هلعب سنتين ثلاثه وبعد كده هطلع هبقى زي مين؟ مفيش قدوة. امل اتوجد قدامه زي ما دلوقتي محمد صلاح شايفينه في كره القدم، في امل للاعيب ان انا عايز ابقى محمد صلاح. في امل. حضرتك قصدك تقول الامل اللي وصل للقدوه. تمام. مش موجود. تمام. فانا رايي ان البدايه ان احنا نستغل الناس اللي موجوده دلوقتي اللي بتنجز دلوقتي، ونحاول ان احنا نحطهم في 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 ضوء في الاضواء زي ما بيقول، وكبر عيله التنس الارضي بحيث ان كل يشارك ونلم العيله مع بعض. تمام. والمشاركه، وانا بقول ما يبقاش حد ليه قرار الاول والاخير لان ده لا يصح، ومش ممكن حد فرد واحد يمشي البلد، ومش ممكن مجموعه واحده تمشي البلد. لازم كل فاللي بيحصل ان البلد بتقف. طب بيجي بس. النشاط بيجي النتائج. طب قول يا كابتن احنا افريقيا دلوقتي تمام وضعنا ايه؟ واصلين فين افريقيا؟ بص، مصر طول عمرها هتبقى على قمه تنسيا في افريقيا، على قمه مش بقول نمره واحد. خلينا نتفق. ماشي، ثلاثه اربعه في الحدود دي. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان في دول تانية بتتطور، يعني دول زي يعني مين سبق في جنوب افريقيا طبعا جنوب افريقيا طبعًا. ماشي بنتكلم فيها. بس انت عندك دلوقتي مثلا نيجيريا وغانا ويعني في دول تانية بتطلع لعيبتهم في امريكا. بتكلم على لعيبتهم. لا انا اكتر بشوف شمال، لازم نتكلم مثلا على الناس التقيله، مثلا قلنا تونس والمغرب شمال يعني هي دي الدول. لكن مصر دايما في القمه، اثنين ثلاثه، يمكن جنوب افريقيا معديانا شويه، لكن مش ده هدفي. انت عايز عالميه طبعا. ما هو انا ببص لكده، ببص للامكانيات اللي عندنا وممكن نعمل ايه. احنا بنحلم يا كابتن، يعني نفسنا نشوف بطل. مش حلم والله يا كابتن هيثم. يعني لورنجا لو شفت الولاد اللي انا شفتهم لو شفت الولاد اللي انا شفتهم ما تقولش عليه حلم. انا الولاد في النادي الاهلي بالذات وفي نادي الجزيره وفي نادي الصيف انديه كتيره جدا، ماشي، عندنا كام يعني عندنا اعداد مهوله من المواهب، ولاد صغيره زي الفل. طب كابتن احنا طبعا معانا على الهاتف الكابتن عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس واحد رفقاء الضرب. اهلا بك يا كابتن. اهلا عمرو. اهلا تامر، اهلا فندم، ازي صح؟ منورنا الحقيقه على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا حضرتك رئيس نادي كبير بيهتم بالالعاب دي، وبنوجه التحيه لحضرتك من قناه النادي الاهلي. بحيي النادي الاهلي طبعا، وبحيي اخويا كابتن تامر الصاوي. اللي انا اقدر اقول لحضرتك ان هو من اعظم من انجبته مصر كلاعب تنس على المستوى الرياضي والخلقي وكل حاجه، يعني رياضي متكامل فعلا. كابتن اتشرف ان انا اعرف تامر عمري كله، وعاصرت ان هو عندي يمكن 8 او 10 سنين، واخلاقه وادائه في الملعب ما اتغيرش طول العمر، فهو نموذج فعلا للرياضي المؤدي اللي على خلق المجتهد. اعتقد تامر انت وصلت يمكن 120 اي تي بي او يمكن احسن من كده، مش كده؟ مظبوط صحيح مظبوط يا عمرو. يعني تامر من احسن الناس اللي حققت نتائج في مصر. فتامر يكونوا بس في امريكا بخلي ناس يمكن من الجيل الجديد، يمكن مش كل الناس تعرف تامر، بس تامر محتاج ان هو يبقى يتحط في المكانه الصحيحه، ان هو رول موديل او يعني علامه مضيئه في عالم الرياضه وفي عالم التنس. محتاج الاجيال الجديده كلها يبقى عندها خطوات كثيره، زي ما كنا بنتكلم على كابتن سعيد شافعي وغيره. في عندنا كابتن تامر الصاوي خطوه، ولازم الاجيال يبقى عندها خطوه عشان تعرف تحققها وتوصل للاهداف بتاعتها. طب كابتن عمرو، يمكن احنا بنسال اخبار التنس الارضي عندك ايه؟ هل يعني حضرتك اديت له الدعم منذ توليك المسؤوليه؟ يعني كلمنا اكتر عن التنس الارضي عند حضرتك. التنس حضرتك التنس اساس او تاسيس، محتاج تبدا يبقى عندك قاعده كويسه وعندك مدربين كويسين مؤهلين، ده السياسه اللي احنا متجهينها. ومحتاج ان يبقى في احتكاك قوي وحجم بطولات كويس عشان تقدر تطلع لعيبه. ومحتاج في المنظومه دي، ودي دايما بقولها في الرياضه، انه محتاج على الاقل 50 60% من نجاح اي بطل هو اللياقه البدنيه.
الحاجه الاضافه الكتير النهارده المنتل تفنس او التاهيل النفسي للعيب. فكل المنظومه دي متكامله هي اللي تقدر تطلع لنا بطل. صحيح. بطل نقدر ننافس فيه ويقدر يطلع وراه اجيال ما يبقاش بطل فلته كل كام سنه. الحقيقه كلام طبعا كلام محترم يا كابتن، يمكن حضرتك لخصت لنا الموضوع بالحقيقه يعني في كلمات قليله الحقيقه، وده طبعا مش غريب على حضرتك، يعني حضرتك من الشخصيات يعني اللي هي عندها درايه كبيره جدا في علم الاداره الرياضيه. كابتن طبعا عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وان شاء الله يعني مزيد من التوفيق. عمرو مبسوط قوي ان انا سمعت صوتك. شكرا جزيلا كابتن عمرو، شكرا جزيلا. يمكن كابتن عمرو سنباطي يعني مفاجأة يعني بص، عمرو ليه معزه خاصه عندي، طول عمر علاقتنا ببعض علاقه طيبه جدا، وبما اننا اتكلمنا في الموضوع ده بالذات، حضرتك عارف ان حاليا يعني عمرو لاعب تنس قديم وبطل طبعا تنس طبعا قديم، رئيس نادي هليوبوليس طبعا. عندنا باسل عيسى، باسل الرحمي انا اسف، يعني رئيس نادي التوفيقيه لاعب تنس يعني قديم، يعني عندنا عمرو يعني جزارين ممتاز لاعب تنس قديم نادي الجزيرة. رئيس نادي الجزيره طبعا. فيعني انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا والتغييرات اللي عملها. طب ما كابتن عمرو رجع ملعب الاوبن كورت اللي هو كان وانا اقول لحضرتك، لا استنى بس نقف على الحته دي شويه. كان في نادي الجزيره ملعب رائع كان بيستضيف البطولات العالميه تمام. وكان بتغييره يعني عايزين الدنيا دي ترجع تاني. ما انا هقول لحضرتك مثلا يعني التغييرات اللي عملها عمرو مثلا في نادي هليوبوليس، باسل في نادي التوفيقيه، وعمرو جزارين في نادي الجزيره، ده قمه النجاح الاداري. يعني حضرتك لما نيجي نتكلم على قدره لعيبه التنس في انها تدير في الوقت الحالي طبعاً، اتفرج حضرتك وشوف طبعاً النتائج طبعاً ايه طبعاً. فانا بسال نفسي، انا بتساءل بس ليه احنا النجاح ده مش في منظومه التنس الحاليه فقط. يعني قصدي حضرتك ان حققوا نجاح خارج منظومه التنس طبعا من باب اولى النجاح ده يبقى في منظومه والله التنس. والله انا لو اتيحت لهم الفرصه مش لا انا ما اقدرش الوم حد، زي ما قلنا هي مش مساله اتيحت او لم تتيح انا بقول ان القدره على النجاح والانجاز موجوده. انا قصدي اقول انه لو تولى المسؤوليه او لو اتيحت له المسؤوليه جوه التنس قد يحقق هذا الانجاز. هو ده اللي قصدي عليه، ان الامكانيات موجوده والنجاح حققه في مكان تاني. قصدي حضرتك ان اسره التنس حققت نجاحات في مكان كبير، مجالات يعني اماكن تمام متعدده تمام. سواء رؤساء انديه او في اماكن اداريه بشكل غير طبيعي بالظبط. قدره لعيبه التنس وابطال التنس اللي بتوع الجيل ده شوف انجازوا ازاي في مجال الاداره. طب خلينا دي ناس انا فخور بيهم جدا. خلينا نتبنى فكره مثلا ونقول ونحلم مع بعض تمام ان احنا يبقى في 15 لاعب او 15 لاعب ولاعبه نتبني تبنيهم مثلا على المستوى القريب لاعدادهم بشكل مكثف، بحيث ان احنا نشوفهم في يوم من الايام يمكن ناخد السن اللي حضرتك قلت عليه 7-8 سنين ونستمر بلان 8-9 سنين لغايه ما نشوفهم على منصات التتويج. يمكن يعني نحلم. لا انا شايف والله ان احنا مش بعيد عن الحلم ده. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حضرتك بتتكلم على نقطه وهي الايمان بالنجاح. صحيح. كنت انا ابقى موجود هنا لو انا مش مؤمن بالنجاح؟ طبعا. كنت اسيب شغلي في امريكا تمام ونعمل الكورسات دي في مصر غير لو انا مؤمن بالكوتشات المصريه طبعا. واقول لحضرتك برضو حاجه وهنفتكرها مع بعض وهنتكلم فيها، لن تقوم المنظومه التنس المصريه بنجاح الا بايادي مصريه. اي حد هيحاول يقول لي ان احنا هنجيب مدربين لبره وهو ده اللي هيحل المشاكل لا يصلح. انا هاخد من حضرتك تصريح يا كابتن، انا بقول لحضرتك اما التنس بقى هيقوم بولادي. اما بقى نستفيد من الناس اللي بره طبعا، انا جبت طبعاً ناس حضروا من امريكا في الكورسات بتاعتنا، لكن انا عايز مدربينا المصريين هم اللي فاهمين الاهالي، هم اللي فاهمين عاداتنا وتقاليدنا، هم اللي فاهمين الولاد. يبقى لازم نقوم بالكوادر بتاعت بلدنا الاول قبل ما نبتدي نبص لبره ونحط منظومه لبلدنا ولظروف بلدنا، حتى لو فيها ظروف ماديه ضعيفه يبقى الاداره لازم تكون على اي كفاءه. انا عايز اقول لحضرتك ان حتى اتجاه الدوله دلوقتي كله لابنائها، يعني شفنا حتى في كره القدم في كل المجالات كله رايح للمدربين الوطنيين. طب كابتن يمكن احنا وقتنا مر بسرعه، بس انا عايز رساله بايجاز كده حضرتك توجهها لاسره التنس الارضي بحكم خبراتك بحكم اللي انت شايفه بحكم ان انت من طيورنا المهاجره اللي بتساعد بره كمان في التنس. رساله في كلمتين لو عايزين التنس يرجع لمنصه او يبقى على منصات التتويج. انا الحاجه الوحيده اللي انا بحذر منها واللي انا بنصح الجميع بيها اللي هو لازم يكون عندنا ايمان ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. وانا من الناس اللي مؤمنه حتى الناس اللي موجودين في الاداره حاليا عندهم القدره انهم يعملوا افضل، وده اللي انا بتوقعه، ده اللي انا بطالب بيه علشان ولادنا الصغيرين يقدروا ان هم يستفيدوا في الوقت دوت وما يضيعش عليهم. كل سنه بتروح
بنقتل لعيبه كتيره جدا في كل الرياضات، وانا عايز اللعيبه دي تستفيد وتطلع. فقتل الامل عند اي طفل او طفله كافي ان هو يخلص عليه. فارجو ان احنا نديهم الامل ونبص للعيبه اللي انجزت قبل كده ونحاول نوصل اللعيبه بتاعتنا لاعلى مستوى. صحيح يا كابتن، الحقيقه يعني رساله غاليه وكلام يعني بيجي مليان بالتعب والجهد اللي حضرتك بذلته على مدار سنوات طويله. الله يخليك كابتن تامر الصاوي، طبعا احد ابناء النادي الاهلي منتخب مصر ويمكن من اعظم اللاعبين في العصر الحديث اللي حقق انجاز للتنس الارضي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا سيدي، نورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي. شكرا شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، انتظرونا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله الساعه 8 باذن الله لـ 9:30، قصه جديده وحكايه جديده وبطل جديد في برنامج الابطال.